مرحبا حبايب، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. طبعا اني بجوله مال المشي ساعه باليوم، فاثناء المشي مالتي حبيت اصور لكم هذه اللقطه الانسانيه اللي شدتني. باعوا هذا الـ الاكل مال العصافير، وهذا الكوخ اللي نفس كوخ بيت انس، تتذكرون ما يشوفه على من داخل امريكا، شوفون هو حاط بيت، وهذا المي هنا، وهذا الاكل والمي والبيت. هاي اهل المنطقه يساهمون، واحد يحط اكل، واحد يدير لهم مي للعصافير، وحاط لهم بيت. والله يا بهنانه، حتى العصفور يعني ماخذ حقه وعايش بسعاده. حبايب قلبي، شنو هاي حبايب قلبي؟ هاي مال من داخل امريكا، رجاءا لا شو اسمه، ما عندنا غيرها. لازم نصور قناتك. لا بس صدق كلكم حبايب قلبي، واحنا عائله حبايب قلبي، ماكو فرق، كلكم حبايب قلبي. طبعا واخيرا قنعنا ماما سعاد تصور بالهذا بالستاند، بس ان شاء الله ان شاء الله راح اشتري كاميرا ونفتحها بقناه ديدرو ونصور منها، وغادي كلها بيرفكت. زين صح الحكايه، بيرفكت صح الحكايه. لك ميما، والله اني اعرف يعني انجليزي، بس احيانا شويه تنهز ثقتي، ايش اقول؟ ها خاف الكلمه تطلع مو صحيحه، خاف. باعوا نوره، ايش لقى بالمشي؟ نوره شافت هذا البايسكل. طبعا نوره تعرف السوق بايسكل، واحيانا تقول لي ماما قومي نطلع، الجو حلو، بما انه شمس ما تصقعنا، صحيح الجو بارد، احنا شو هاي بردت الدنيا هسه ما حمت. اي اذا ترجع تبرد. هي دائما بالربيع هيك تصير كل امريكا. كملي على البايسكل. اي فتقول لي ماما شنو انتي شو ما تطلعين وياي؟ قلت لها يما هسه انتوا هنا احمدوا ربكم وشكروا، ايش تميتوا يعني؟ هوا الحريه، هوا الكرامه. يما احنا البنيه كانت قبل الباب ما يخلوها تفتحها، الباب الا تفتحها يقولوا لها طبي اخوك يفتحها، كنا يعني يعني فدوى لعينهم البناتنا، بسجن سجن، بس ننظف وناكل ونشرب. ويعني اني ما استهين بالعمل المراه بالبيت، بس حقيقه يعني يما قبل كنا الوليدات يجي يقول ايش طابخين، اخته تخدمه وامه تخدمه، وهاي الشغلات كلها ماكو. بنية تركب بايسكل عيب، بنية تطلع تتمشى وحدها عيب، هي وصديقاتها لازم. يعني كان مجتمعنا ولحد الآن يعني يجوز تطور أو أكثر ذكوري، الولد براحته يروح للقهوة، يروح للنادي يتمشى، يروح للسينما هو وأصدقائه، بس هذا كله على البنات لا، كله هذا على البنات ممنوع. فاقول لها يما انت هسه تقولي لي على البايسكل، مو زين درسنا وتخرجنا، ويعني شو اسمه بنات جينا احنا مو مثلكم يما، وهسه انتوا همينا بعد عشتوا بامريكا، هنا ماكو فرق، البنيه والولد ما ينظروا لهم نظره، يقولون انسان. وشفتوا هسه طلعت لكم اللقطه مال العصفور، حتى العصفور ماخذ حريته، البزونه، الكلاب كلها هنا مدللة. زين على قولة عادل الإمام، خلي واحد من الكلب يسوي لي واسطة يسفرني لأي بلد. زين يعني هاي الشغلات كلها موجودة هنا تختلف. فنورة أنتي شو تقولين؟ من تقولي تعيبين علي تقولي لي ماما أنتي ما تطلعين وياي على البايسكل؟ لا، ما الظروف، اكيد كل واحد ظروفه كانت تختلف. زين كل واحد ظروفه كانت تختلف. زين انت هسه من الصعيدين على البايسكل وتفترين كل هاي المدينه مالتنا، اي تحسين انه واحد مثلا يحارشك يباوع عليك؟ مو بس من اصعد البايسكل، من امشي، من اطلع الحفله والبس لبس مال الحفله، من واحد يروح للمسبح يعني راح يلبس نص ردن شورت او اي شيء، همينه ما يعني الانسانيه. أي احبابي محترمه على اي بنيه،
الإنسانية ماكو فرق ولد وبنية، صدقوني حتى الأديان وربنا ما فرق بين الولد والبنية. هذه إحنا سويناها زين. وإذا كان أكو بعض التفرقة يمكن فيزيولوجية، يعني بجسم المرأة بجسم الرجل، هذه التفرقة. وإلا ماكو، البنية والولد من حقهم يعيشون حياة كريمة ويتنفسون ويطلعون، وما دام ما يأذون أحد ويعرفون الهم والعليهم. حبايبي أبو أنس شنو رأيك؟ حكينا على نورة، تقول لي ماما أنتي شنو ما تطلعين وياي على البايسيكل والروح؟ أقولها يما أنتي حمدي الله ربيتي هنا، ماكو فرق. الله يساعد بقية البنات اللي هناك موجودين. إي، وأقولها يما إحنا كنا عشنا حياة يعني ماكو شو اسمه بنية، الباب أقولها ممنوع تفتحها. يلا يعلمونا، يعني حتى كانت الدراسة ندرس نعافر ويا الحياة في سبيل يعني ناخذ شهادة، لأن هاي بعض العوائل وآبائنا شوية كانوا متنورين وخلونا نكمل. بعضهم يقولون شكو البنية ماكو داعي تدرس. تدري أبو أنس أنا تجيني رسائل يعني تفطر القلب، بنات بهذا الوقت عايشات، يعني نساء صغيرات بالعمر من الزوجات، ظلم من أزواجهم، أو حتى أكو شباب يعني أهلهم مدمريهم أنه يعني لا تطلعون لا تخشون ما أدري شنو، الخوف ملا قلوبنا. فلهذا أنا استغليت هذا الوقت اللي أمشي به، حبيت يعني أسولف وياكم الفرق أنه إحنا شلون عشنا. وأتمنى بناتنا هناك وأولادنا يعيشون حياتهم أحبابي، لأن العمر محسوب علينا. فأملوا بالمحبة، أملوا بالعمل الصالح، أملوا هذا اللي نقوله. يلا حبايبي طولنا عليكم وربي يحفظكم.